كلمات معنى كلمة اليوم، وعرفنا ان هو مش محدد، واتكلمنا على معنى كلمة الساعة وان هي لا تعد بالدقائق، ده فوق مقدار البشر. واتكلمنا على لا يعلمها ومعنى الكلمة اليونانية اللي تدل على معرفة حسية، رؤية عينية. والحاجات دي كلها اللي اتكلمنا عليها ابتدينا ندخل ونطبقها على كلام السيد المسيح. السيد المسيح كان بيتكلم على ايه؟ بيرد على سؤال التلاميذ اللي سألوه سؤال مركب بدون إدراك، بدون فهم. سألوه أولا على متى يكون هذا، إمتى فعلا تخرب أورشليم وما يبقاش فيها حجر على حجر، ما هو علامات مجيئك، ودي جاوب عنها السيد المسيح بالتفصيل، فإدهم علامة على خراب أورشليم وشرحها لهم، وفعلا كانت سبب نجاة المسيحيين. وأيضا قال لهم على علامات مجيئه وإيه اللي هيسبق مجيئه وتفصيل الزمان بالترتيب رائع جدا. وفضلت نقطة واحدة السيد المسيح ما جاوبش عليها اللي هي ما بعد مجيئه الثاني، هو انقضاء الدهر. وابتدينا نتكلم انقضاء الدهر ليه فوق مقدار، فوق إدراك الإنسان. وعرفنا أن مجيء ابن الإنسان وبعده انقضاء الدهر هتحصل فيه حاجات كتيرة الإنسان ما يقدرش يدركها، لأن حتى المادة نفسها هتتحلل، فما تنفعش يتقاس بمقاييس أرضية. وابتدينا نتكلم على نقطة مهمة، أن السيد المسيح اللي بيتكلم على أنه هو اللي خلق الإنسان من البداية بسبب المحبة الأزلية الأبدية، أنه هو عمل كده علشان خاطر محبته للإنسان، علشان عايز الإنسان يهرب من الفساد إلى عدم الفساد. فربنا لما يتكلم في العهد القديم يتكلم بصيغة الرب الإله، وتكلمنا كذا مرة على معنى كلمة الرب اللي هو إلهي اللي هو يهوى، وإله اللي هو إلهيم، عشان كده تذكر يهوى إلهيم اللي معناها الرب الإله بالعربي. طيب لقب ابن الإنسان وتكلمنا على معناه إنه هو يتكلم على معنى إنه هو الخالق. ولما يتكلم في العهد القديم في سفر التكوين ان ربنا بارك اليوم السابع وقدسه واستراح من كل عمل، وايضا كنا اتكلمنا مرة من المرات معناه توقف امر الخلق الكرييشن وبداية متابعة الانسان، وده تمييز وظيفي. وربنا يقول حاجة مهمة ان احنا ليه محتاجين نسهر، لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان. ويوضح إن ابن الإنسان هو اللي هيجي، ووقت مجيئه هو الساعة، ولكن هو بداية الساعة التي ليس لها نهاية. يقول حاجة مهمة جدا، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. طيب مين اليوم الأخير ده اللي يقول إن السيد المسيح ما يعرفش اليوم ولا الساعة؟ لقب السيد المسيح على الأرض كان إيه؟ هو نادى نفسه والآخرين لقبوه بلقب إيه؟ لقب الرب. هل حد يرفض اللقب ده أنه لقب بيه السيد المسيح؟ هل حد يرفض أن السيد المسيح لقب بالرب في أثناء حياته على الأرض؟ طيب كويس، يعني لما يتكلم على اليوم الأخير أن يوم الرب، يعني نقدر نقول يوم السيد المسيح اليوم الذي يأتي فيه كلص ولا لا؟ في الليل هكذا يجيء. فلما يتكلم على اليوم ده ان هو اللي هيأتي فيه ويبدأ الحياة الأبدية بما هو فوق إدراك الإنسان، يوم الرب اللي يحصل فيه ايه؟ يوم الرب الذي تزول فيه السماوات بضجيج، ما نعرفش ازاي، تنحل العناصر ما نقدرش ندرك الوقت هياخد قد ايه، تحترق الارض والمصنوعات فيها ويتحول من عالم المادة الى اللا مادة، ما نعرفش ده هيحصل ازاي، ما نعرفش هياخد وقت قد ايه، لانه في نهايته هيكون لا يوجد للوقت ما هو فوق الوقت، الوقت ده ما يتقاسش. ويقول للانسان انت لا تعلم في اي ساعة اقدم عليك، فما يقدرش يجاوب التلاميذ على معاد الساعة. وزي ما قلت الكلمة اليوناني لا تعني جهل، ولكن تعني عدم
قدرة على شرح أمر عيان لأنها فوق الحس. ويقول حاجة مهمة في سفر أعمال الرسل إصحاح 1:7، يقول أنا أخبركم بكل شيء أسمع من الآب. لكن زي ما تكلمنا على تمييز وظيفي في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد، هنا في أعمال الرسل يتكلم على حاجة تانية وهو تمييز وظيفي. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. فسلطان إعلان هذا اليوم بالطريقة اللاحسية، ده سلطان الآب. فهو وضح وظيفته ووظيفة الآب. وظيفته هو حاليا أخلى نفسه أخذا صورة عبد. لا أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكن قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. هو إيه؟ هو اللي أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائر في شبه الإنسان، فيكلم الإنسان بمفهوم الإنسان المادي. إذ وجد في الهيئة كإنسان وأطاع، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هل فقد مكانته؟ لا. في إنجيل يوحنا 17:5، الآن مجدنا أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. ويوضح تمييزه ووظيفته وتمييز الروح القدس ووظيفته لما يقول في إنجيل يوحنا 16:13، أما متى جاء ذاك روح الحق فيرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم يخبركم بأمور آتية. فإحنا فهمنا إن هو اللي يقول يجهل ده خطأ، يبقى فهم المعاني اليونانية خطأ. هو يتكلم على شيء لا يدرك لأنه فوق المقياس الزمان، هو انقضاء الدهر فوق المعرفة البشرية. بيرد على سؤال التلاميذ المركب، بيتكلم بوظيفته إن هو الكلمة المخبر فيخبر بما يسمع، ولكن ما في سلطان الآب لا يخبر به الابن، ولكن هو رب السبت. ابن الإنسان هو رب السبت أيضا زي ما يقول في إنجيل متى 12. أضرب مثال صغير، وأتمنى الأستاذ لاف الله وكل الأخوة الموجودين يتقبلوا أسلوب الأمثلة. واحد إنسان رائع، أستاذ ودكتور وعالم، وتجيب له واحد بيتكلم، شخص بيتكلم لغة تانية، هل يقدر يشرح له؟ مش هيقدر يشرح له. أو تجيب له طفل صغير ما يقدرش يفهم الموضوع ده خالص، هل يقدر يشرح له؟ لا. فالشرح يحتاج حاجتين، يحتاج إنسان يخبر، ويحتاج إنسان يستمع ويفهم. لو هتجيب واحد بيتكلم بلغة رغم إن هو يعرف يكلم شخص تاني ما يدركش اللغة دي، مش هيفهم، فحيقول له لا أستطيع أن أخبرك، لا أعلم كيف أخبرك، لأن ده فوق لغة التخاطب. وزي ما قلت كلمة لا أعرف لا يدل على الجهل. وطبعا المثال اللي استخدم كثير جدا المدرس والامتحان، لو التلاميذ قبل الامتحان سألوه عن أسئلة الامتحان هيقول لهم لا أعلم. هل الكلمة دي، المثال ده خطأ؟ لا، المثال ده صحيح. وركزوا معايا في العدد الآتي، إنجيل متى إصحاح 7:23، فحينئذ أصرخ لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. رب المجد بيقول للناس الأشرار الخطاة فاعلي الإثم في يوم الدينونة اذهبوا عني لأني لم أعرفكم قط. هل كلمة لم أعرفكم قط معناه إن هو يجهلهم؟ ولا كلمة لم أعرفكم قط معناها إن شيء يرفضه من أمامه؟ وتكرر في إنجيل لوقا إصحاح 13:25، من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم إني لا أعرفكم. طبعا هو يعرفهم لكن ينكر انتسابهم ليه.
معلمنا بولس.